فيصل علي، فيصل علي بيعليه جول 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 إنها قلعة الجاهلي التي توشحت بالبنفسج واختارت لونه لتباهي به الرمز وشعاره لتفاخر به الهوية، فلفتت إليها الأنظار وأبطالها يحاكون الألقاب في العقد الأخير من الألفية الماضية، وهو العقد الذي شهد متتاليات حصد الدروع في عهود الهواية وثنائيات في حصد الكؤوس. إنه عين هزاع، جوهرة ملاعب كرة آسيا التي بهرت بشعاعها القارة الصفراء في 2003 كمعقل لكرة التنين الأسيوي، كما خط نجومها أروع ملحمة عندما توج البنفسج كوصيف للعالم في مونديال الأندية بحضور الفريق الملكي ريال مدريد سيد كرة الملاعب. كما خرج من نفس الصرح البنفسجي أفضل لاعب أسيوي وأفضل هداف. الأرقام هي الحديث الأبرز الداعم لحقيقة الزعامة، فهو البطل للدرع خلال 13 موسماً، وهو الجامع في خزائنه لسبعة كؤوس لرئيس الدولة وأربعة كؤوس للسوبر وكأس خليجية للأندية. غزاله هو أحمد عبد الله، التاريخ والأسطورة في الملعب والمفكر والمدبر على دكك البدلاء. أما ناسج حماسه فهو جمهور لقب بأفضل من يرسم التيفو الزعامي على المدرجات. مؤسسي النادي يجب أن يذكرون أي بطولة تحقق فهم لهم الدور الأكبر، على رأسهم سيدي سمو الشيخ خليفة مزايد رئيس النادي آنذاك، وبتخصيصه قطعة الأرض هذه. ما نبغي نتطرق أكثر، لكن نادي العين يعتبر من الأندية اللي من أول ما حقق أول بطولة في عام 77 وهو ماشي على درب البطولات والإنجازات، سواء على المستوى المحلي، تجاوز المستوى المحلي إلى المستوى الخليجي، بعدها إلى المستوى الآسيوي، إلى أن وصل العالمي، وهذا أقصى حد ممكن يوصل أي نادي. فعلا نادي العين هو سفير كرة الإمارات، وما لقب بهذا اللقب إلا نادي العين أحقية لأحقية كبيرة في هذا اللقب، بحيث أنه وصل إلى كأس العالم ووصل إلى أدوار النهاية في كأس العالم. العين سفير الأندية الإماراتية بالفعل، يعني هذا بهذا الشيء احنا فخورين طبعا بكون النادي الوحيد في الإمارات اللي حقق البطولة الآسيوية.
موسم 76-77 البداية لكتابة السطر الأول في دنيا الألقاب، حيث درع النقاط الدوري الإماراتي والذي اعتبره ملاك صرح قلعة القطارة المكانة التي لا يجب التنازل عنها، وكان لهم ما أرادوا، فإن لم يكن اللقب فوصيفه أو مكانه بين كباره. أول ما دخلنا نادي العين يمكن كنا نسأل منو اللي حقق البطولة اللي قبلنا، منو اللي حقق البطولة، منو أول بطولة؟ دائما الأول ينذكر، جيل 77-76 يجب أن يذكر. يمكن 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 نحن الحين اللي نتكلمه، نحن في جيلنا اللي الجيل هذا يتكلم أنه يقول كيف كنتوا كذي، نحن نفس الشيء يمكننا نقولهم. يعني أحد الأخوان كان الله يذكره بالخير الكابتن عبد الله مطر يقول لي نحن يوم نتعور مثلا دم ما انه واحد ينزل عشان بخاخ، كانت في نسميها النوره هذه ياخذونها يحطونها وخلاص كانه ما حصل شيء. غاب البنفسج في ثمانينيات القرن الماضي، ودخل رجال ادارته في صراع مع رسم السياسات التي بها يعود البنفسج كرمز قوي لكره دوله، ونجحوا في عقد التسعينيات لتشييد أعظم معقل لكرة الأمجاد والإنجازات. العين ابتعد فترة 9 سنوات تقريبا من عام 83-84 إلى 92-93، كان هذا الجيل اللي أتشرف أني أنا كنت فيه، وكانوا كباتن كبار قبلي الكابتن أحمد عبد الله، الكابتن سيف سلطان كان هداف العرب، الكابتن حمدون صخر الدفاع نادي العين، الكابتن مطر الصهباني، الكابتن سالم جوهر، عوض غريب، خالد ثاني عبيد حارب، يمكن لو عدلك اياهم الله يرحمه سالم سعيد، يمكن لو عدلك اياهم كلهم ما راح اوفي حقهم، واتاسف اذا نسيت اسم حد. نادي العين في التسعينات كان فعلا كان في اخفاقيات قبل التسعينات، لهذا الاداره العليا والقياده العليا في نادي العين استقطبت بعض اللعيبة. أنا كنت أحد لعيبة نادي اتحاد كلبة، وكنت أتشرف بحضوري في نادي اتحاد كلبة. في سنة 98 انتقلت لنادي العين، كانت هناك بعض المباريات بيننا وبين نادي العين، ففي أحد المباريات كنت هداف في هذه المباراة، والحمد لله بعد خروجي من استاد خليفة بن زايد أحد أقطاب نادي العين أصر أني أكون موجود في نادي العين، والحمد لله اتحققت أماني أني أنتقل لنادي العين. بداية التسعينات اللاعبين نضجوا أكثر، فهموا شو معنى البطولة. هني طال عمرك بدأت تتحقق البطولات، واحنا اللي اكتسبناه من اللعيبه، يعني يمكن احنا بعد اخر التسعينات يمكن لحقنا على الفريق، بس الفتره الماضيه التسعينات اللي بدوا ياخذون فيها بطولات اللاعبين، طبعا شفنا الاداره وشغل الاداره في اصطحاب لعيبه من انديه ثانيه موجودين، مثل سيف سلطان، ماجد العويس، وفي بعض اللاعبين سعيد جمعه، حارس مرمى زكريا احمد، هذه اللي يعني عرفت فادوا الفريق. نعم، كان عقد التسعينيات وبداية الألفية الجديدة هو عقد المتتاليات لألقاب الكرة العينوية، فمن موسم 97-98 احتكرت الخزانة العينوية الدروع لكرة زايد، وكان يسهل التوقع لمن ستذهب الألقاب في تلك الفترة الزمنية التي امتدت وحتى 2004. بدأت المراحل السنية تحصد البطولات وتروح للبطولات، كانت الفرحة كبيرة بعد 9 سنوات. تخيل أنت
لو كنت في ترقية وبعد 9 سنوات تترقى ما جاك مولود، بعد 9 سنوات زادك مولود، الفرحة ما كانت طبيعية. كنا ننزل مع الجمهور في شارع الشيخ خليفة ونحتفل معاهم هناك، كان الدرع يركب في باص وسيارات وزفة كأنها عروس. قعد فترة تقريبا موسم كامل أعاني من الإصابة هذه. جزاهم الله خير القيادات الموجودة في نادي العين، يعني سفروني لنادي لأمريكا وتعالجت في أمريكا الحمد لله، وبعد ما تعالجت في أمريكا وبعد التقارير فعلا اللي جبتها من أمريكا أني أنا ما أقدر ألعب، يعني ما أقدر أكمل اللعب في كرة القدم، فهذا كان صدمة بالنسبة لي، لأن يعني الناس أو الجمهور محتاج بطولات أو محتاج يعني سيف سلطان متى يرجع ومتى يكون أحد نجوم نادي العين. فأنا انصدمت قبل الجمهور يعني ما ينصدم. ففعلا أنا بعد ما رجعت جزاه الله في خير الشيخ هزاع من زايد رجعني مرة ثانية إلى أتعالج في بريطانيا، وبعد ما عملت عملية في بريطانيا كنت أتحدى نفسي أني أرجع بقوة، فكنت أتدرب يوميا يمكن 3 فترات، فترة صباحية وفترة تقريبا الساعة 10 الظهر والفترة العادية مع اللعيبة. فكنت صراحة مهتم جدا أني أرجع بقوة. خرج لقب الزعامة ليكون أيقونة للصرح العيناوي، فمجموع الألقاب والهيمنة على مسرح الكرة الإماراتية ومنصاتها لم يصل إليها أحد من فرق الدولة، الأمر الذي نما ثقافة الفوز ورفع معدلاتها لدى نجوم الفريق. هو اسم الزعيم لابد أن يعني أنت تعرف اليوم يوم تيجي تلعب في أي مباراة تدخل باسم زعيم، فأنت يوم تدخل باسم زعيم حتى الأندية الثانية يعني أي فريق ثاني، يعني أنا أتكلم عن سواء كنت محلي أو خارجي، فحتى خارجي يقول لك بنلعب مع الزعيم العيناوي، فهذه تولد فينا طاقة أكثر قوة أن إحنا باسمنا هذا باسم الزعيم لازم أن نقدم المستوى المطلوب وزيادة. أتصور لقب الزعامة يستحق العين إن ما كان هو الأجدر باللقب، فمنو بيكون في دولة الإمارات؟ أتكلم مثل الأندية اللي زعماء في 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 الدول اللي هم فيها. العين زعيم لأنه أكبر عدد من بطولات الدوري، العين حصل بطولة كأس الخليج مع نادي الشباب، العين حصل على كأس آسيا ما حد حصل عليه، العين حصل العالمية، بس هذا اللقب يا قبل اللقب لقب لقب أطلقه الجمهور وأطلقه الشارع الرياضي من فراغ، ان بالفعل نحن زعماء. في المقابل هو ميزه وهو ضغط، انت زعيم كيف تخسر؟ وهو ميزه اني انا داخل الملعب وانا زعيم. انت تتخيل تدخل الملعب وانت عارف انك انت متسيد الكره الاماراتيه، فلقب يشعرك باعتزاز وبفخر. كنت هداف في نادي اتحاد كلبه، فهذه الرغبه الداخليه فيني يعني لازم اطلع شعوري الموجود داخل، أنا أصلاً هداف وجايبين نادي العين هداف، لازم أحقق أماني وأحقق أماني يعني جمهور نادي العين. فلهذا كنت أتحدى نفسي ودائماً محاور نفسي أني أكون أحد هدافي نادي العين. زعامة الكرة البنفسجية دخلت الاختبار القاري وجابت الأدغال الأسيوية قاطعة للمشوار وباحثة عن مجد قاري من أجل زعامة تفوق حدود المساحة المحلية. أعلنت التحدي وأشهرت بنوده وقدمت أنموذجاً لاحترافية كرة وصلت بها لأول نهائي قاري. بعد ما فزنا على اليوفنتوس اللي كان في مباراة ودية مع العين 1-0، بعد هذه المباراة العين خسر مباراة في الدوري بعد 3 أيام، وكانت صدمة لجمهور العين أن نخسر هذا اللقب.
بعدها رحنا لمباراة الأهلي في الأهلي، أتذكرها بالضبط، وكان سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويطول في عمره حاضر المباراة، وأطلق المقولة الشهيرة اللي إلى الآن المنطق أن العين الأول، وتغنت فيها الجماهير وتغنوا فيها المطربين والشعراء المنطق أن العين الأول. من بعد هذه المباراة، مباراة الأهلي في الدوري، العين ما خسر ولا مباراة لين نهائي آسيا اللي في تايلاند. ليلة النهائي طالع طبعا ما بنسى برونو ميتسو مدرب الله يرحمه، اللي كان يعني من بداية البطولة وهو كان دائما معانا إيد واحدة، وكانوا أصحاب اللاعبين، عرفت، كان يتواصل وياهم بشكل كبير. فأنا بتكلم عن النهائي، النهائي عيشنا أجواء ولا كأنه نهائي، عيشنا أجواء أنه يحاول أنه يشيل الضغط، يعني بذكاء المدرب حاول أنه يشيل الضغط، شل الضغط من اللاعبين. والشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره كان موجود معانا في وقت الاجتماع في وقت التمرين، فهذا شيء بالعكس حفزنا وعطانا معنوية كبيرة صراحة. يعني كنا نتحدى أنفسنا، وكان يعني الفريق صراحة فريق جدا، مثل ما يعني انتابنا الشعور ان احنا نحقق بطولة في هذا الجيل، فكنا حريصين جدا ان نكون احد ابطال آسيا. مقولة محمد بن زايد رفعت معدلات التفاؤل، فشحنت الهمم في أقدام اللاعبين والوطنية في دماء الجماهير التي قطعت آلاف الأميال لتحط في استاد الوطني ببانكوك. لم يكن اللقب هو دافعها فحسب، بل التفاخر بأن سفير كرة زايد في نهائي الملعب القاري. لم يخيب سفير كرة زايد الطموحات، وتوج نفسه زعيماً لكرة أكبر قارات العالم. نحن متعودين على أجواء الدوري، نهائي دوري، نهائي كاس، بس عشان تلعب نهائي آسيا وفي أرض الخصم، المباراة ما كانت سهلة، اللاعبين كانوا على تم الاستعداد، لا يمكن المجهود اللي يضيع اللي 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 بذلوه طول الموسم يضيع في مباراة واحنا متقدمين 2-0 في المباراة الأولية. صحيح ان خسرنا المباراة، لكن كان اللقب المهم، كان تواجد سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ هزاع بن زايد وباقي الشيوخ اللي موجودين اللي كانوا موجودين هناك، كان دعم لنا جمهور الإمارات اللي ما حد فيهم رفع علم العين في هذاك الوقت. شيء ما يوصف طبعا، لان انت اليوم نفس ما قلت لك من بدايه للنهايه انت دائما كنت تفكر في النهايه، خاصه انت فايز تفكر متى بتخلص او متى بيصفر الحكم لتنتهي البطوله بفوزك. يعني هيمن رجال القطاره على الالقاب محليا وقاريا، وحجزوا المكانه الارفع على صعيد المسابقات، فإن خانهم لقب حجزوا لهم مكانة بين الكبار حفاظاً على اسم ولقب الزعامة. ما قدمه العين على الصعيد القاري أدخله دنيا المشاهير من الباب الواسع، فإن خانه اللقب فهو ضيف في نهائياته، وإن لم يتوج بكأسه فإن أحداً من نجومه يكون جزءاً من حذائه الذهبي، إما كهداف أو أحسن لاعب قاري. عمر منافسته على لقب آسيا كانت قبلها بسنتين وكان يستحقها، وحصل عليها أخ وصديق ولاعب كبير ونعتز فيه أحمد خليل، وبعدين السنة اللي بعدها بجدارة واستحقاق حصل عليها عمر. عمر يصنف من اللاعبين، من أفضل اللاعبين اللي مروا على تاريخ الإمارات. عموري ما شاء الله عليه لاعب
يعني من بدا معانا في الفريق الاول وعموري مميز، وهو من المراحل السنيه عندنا كان مميز، وحاطين في بالهم الاداره انه راح يسوي شيء عموري في الفتره القادمه. ما قدمه العين من الانجازات والالقاب جعله رافدا يمد المنتخبات الاماراتيه بخيره النجوم التي اثرت عالم الانجازات في كره زايد، وظهر تالق نجومه في التجمعات الامميه مما ساهموا في تبوء الدولة المكانة الرفيعة في آسيا وعلى صعيد التمثيل المشرف في الأولمبياد. احنا بعد ال 92 93 يمكن قبلها والجمهور العيناوي يتذكر، وهذه حقيقة ويجب ان نذكرها، كان يروح لاعب لاعبين لاعب لاعبين مدافع، يعني كان خلنا نتكلم الكابتن محمد عبيد حماد والله يرحمه خالد بن العزيز، اسامي، وبعدين الكابتن حمدون والله يرحمه سالم سعيد، اسامي كانت معينه اللي في منتخب الامارات تشار اليها بالبنان، نتكلم عن اللاعبين اللي طولوا في المنتخبات، ما اتكلم عن المراحل السنيه وغيرها. لكن من بعد جيل 92 93 اذا يروحون اقل من 5 أو 6 لاعبين يعني في خلل في نادي العين، كان في مشكله مشلقه. فالحمد لله يعني بالنسبه لي انا مشكله، لان مره عملت حادث في عمان، من الحادث هذا طبعا الجمهور يسأل عن سيف سلطان، لان كانت عندنا في مباراه في ابو ظبي مع بنياس، ويسأل هل سيف سلطان بيلعب المباراه هاي او ما بيلعب المباراه هاي، لان حادث كان فعلا حادث كان قوي، وانا كنت على طريق عمان العين، تدهورت بالسياره، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله رجعت مره ثانيه الى البلد. وبعدها سمو الشيخ حمدان بن مبارك ارسل لي بعض الاخوه الى المنزل، وفعلا اليوم الثاني شافوني فعلا في المباراه، وسجلت هدفين في الشوط الثاني، طبعا لعبت شوط ثاني وسجلت هدفين في الشوط الثاني. البحث عن الطموح لا يهدأ، هذا هو السيناريو في البيت العينوي الذي رسمه قادته وأعضاء مجلس شرفه. فبعد زعامة كرة آسيا أصبح البحث عن مكانة أرفع، وهي التصنيف كإحدى قلاع الكرة العالمية. فبعد تحفة ملعبه المعمارية التي توجت استاده كأفضل استادات العالم، أراد أن يمزج إنجاز المعمار مع إنجاز الأداء. لازم نأخذ نفس عميق، والله الله على هذيك الايام، يا ليت العشرة ايام وقف زمن كرة القدم في نادي العين. وقتها فرحة الجمهور في اول يوم ما كانت كثيرة، كانت مجرد مشاركة. لو اسرد لك القصة، لان اصلا في الدوري ما كنا زينين، والكل يقول اذا هذا مستواكم في الدوري كيف بيكون في الكأس العالم؟ هذا مو بكأس آسيا، هذا كأس العالم، يعني بتلعب مع ابطال قارات. طبعا ما كنا نتوقع ان نحن نوصل مع ريال مدريد، هذا ريال مدريد كنا مباراتين، اذا وصلنا الثانيه او الثالثه كان انجاز. بعد المباراه الاولى والرومنتادا 3-0 وعوده الفريق ل 3-3 والاشواط الاضافيه، بعد المباراه في غرفه الملابس كل شيء تغير عندنا. تغير عندنا الفكر، تغير عندنا الرغبه، تغير كل شيء. رحنا الفندق، ما بتكلم في خلال 10 أيام لأنه يبغي لها أكثر من 10 ساعات عشان نتكلم في العشرة أيام شو صار فيها. رحنا الفندق، كان تحدي من اللاعبين، لو شفت اللاعبين كيف هم رايحين الفندق آخر الليل ونايمين، يتمرنون الصبح ريكفري وتمرين. جينا مباراة ترجي، هي اللقطة لكأس العالم، مو بس عصام عبد الله، أي شخص في العين لا يمكن يقطعها او يطوفها ويشوفها رغم انه شافها 10 مرات قبل. كاس العالم كان شيء رائع وجميل. بعد 3-0 الترجي نقول حلمنا وقف، ما وقف، الجمهور يزيد والجمهور حماس والجمهور يبغي المباراه بكره، والمباراه هي ورا بكره 48 ساعه، ما كان في وقت. قصه عشناها في كاس العالم، ومع مين بتلعب؟ مع ريفر بليت، ريفر بليت اللي مع بوكا جونيور، اللي قبل 3 أسابيع صارت مشكلة كبيرة في الاتحاد الدولي عشان بطولة أمريكا الجنوبية بين بوكا جونيور
وريفر بليت عملاقين الكرة الأرجنتينية عشان يلعبون المباراة الأولى، والمستوى الرائع اللي شفناه من المباريات الرائعة وينقلون المباراة الثانية ويروحون لأسبانيا. يعني يلا الحمد لله وصلنا لريفر بليت، ولكن كان تحدي أمام الشباب وموجود. وهني اللي يجب أن لا ننسى الدعم المعنوي الكبير اللي حصلناه من سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد، بتواصله بدعمه بكل الإمكانيات اللي ما حد يتوقعها، كان سيدي سمو الشيخ هزاع خلفه. هذا اللي شفتوه في العشرة أيام كان سيدي سمو الشيخ هزاع وراها، واللي حمس اللاعبين أكثر وأكثر وأكثر لاعبيننا. بعد الركلات الجزاء الكل بكى في الملعب، 80% من الجمهور كان يبكي، سواء من ريفر بليت أو من نادي العين. مشاهير الإمارات، الإعلاميين، الممثلين، المطربين، كل شرائح المجتمع الإماراتي كان مع نادي العين، كان حلم الوصول لكأس العالم للأندية. وفي العشرة أيام بعدها، مجرد أنك أنت توصل تلعب ضد ريال مدريد في مباراة رسمية في كأس العالم، اتحاد دولي، مشاهدين العالم، أنت خلنا نقيسها ريال مدريد مع أي فريق ثاني، أنت ما بتروح تشوفه؟ بتروح تشوفه. إذا معناته كل العالم الآن يطالع نادي العين. العين طلع من المحلي وطلع من الخليجي وطلع من الآسيوي، وصل العالمي، وصل نهائي كأس العالم. إنجاز في عشرة أيام، أتصور كانت عشرة أيام رائعة تحكى للأجيال القادمة. الجنوبي الأمريكي اللاتيني ويصل للنهائي أمام المدريدي الملكي، ويكتفي بوصافة كرة وضعته محل تقدير أمام العالم. أن تمرض فإنه لا يعني بأنك فارقت الحياة، بل هناك استراحة لمحارب، بعدها تواصل ثورة الإبداع فنونها في القلعة البنفسجية. والله قد ما أنا أقول عن جمهور العين لا يفي بحقهم، في السراء وفي الضراء، وعندما كنت لاعب لو تشوف المسافات اللي كانوا يقطعونها أول، وكانت المباريات مو في هذا التوقيت، سواء منقولة ولا غير منقولة، ما كانوا ينظرون للتلفزيون، ما كانوا ينظرون، التواجد كان عندهم ما كان يعني ما كان شيء طبيعي، لأن تواجدهم خلف الفريق ودعمهم للفريق كان هذا الرقم واحد. اللي شفنا اليوم مع توسع القاعدة الجماهيرية، جمهور العين قاعد يزيد، سواء على مستوى الوطن العربي أو على مستوى دولة الإمارات، جمهور حماسي، جمهور يحفز، جمهور متواجد. لكن انزعل يزعلنا نحن، جمهور العين إذا زعل المدينة كلها تزعل. أفضل لقب أيوب المرمى العيناوي،